السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله أول درس من دروس النخامات الشرقية، وهناخد أول مقام إن شاء الله مقام العجم. وكل مقام له أبعاد أو له مسافات إحنا لازم نعرفها عشان نطلع المقام ونعزفه مظبوط. مقام العجم هو المجير في الغربي، وهو العجم في المقامات الشرقية. أبعاد مقام العجم: واحد نص، واحد نص. هنيدي مثال طبعا من الدو، هنقول دو. طبعا احنا هنكتب كده للناس اللي هي مش اصلا بتقرا نوته، في حاسس ان شاء الله للنوته ان شاء الله اللي جاي. هنقول دو ري مي فا سول لا سي دو. بنشرح بعد كده احنا ازاي بنحدد العلامات او المسافات اللي موجوده. بنقول ما بين الدو والري واحد، القوس نص القوس لفوق كده يعني واحد. طيب نص القوس كده لتحت سوا ده يعني نص. طب العلامه دي كده يعني واحد ونص، لو سبتها اربعه تمام. طيب تعالى نشوف بعد كده ما بين الري والني واحد. هي دي اصلا يعني السلم ده قاعده اساسيه من الابعاد بتاعتها معروفه، احنا بناخد منه الابعاد ونطلع منه المقامات الثانيه. طيب ما بين الميو والفا نص، ما بين الفا والصول واحد، ما بين الصول واللا واحد، ما بين اللا والسي واحد، ما بين السي والدو نص، يبقى واحد نص، واحد نص. طب لو احنا هندي مثال تاني على سلم تاني، يعني مثلا نعمل عجم مثلا عجم ري، هنقول ري مي فا سول لا سي دو ري. المفروض ان احنا هنعمل ايه؟ هنطبق ايه؟ واحد نص، بعد كده واحد نص. طب نيجي نشوف في المقام الاساسي اللي هو دو، ناخد منه ونشوف ما بين الري والمي اصلا كام؟ واحد، خلاص يبقى واحد. ما بين المي والفا اصلا كام؟ نص، وانا عاوزها واحد، يبقى انا بعمل ايه؟ بوسع المسافة، نخلي بدل ما تبقى الفا والمي كده بزود الفا شوية عشان يبقى ايه بينهم واحد، ونزود المسافة نعمل عليها علامة الدييز. العلامة دي يعني دييز، يعني بترفع النغمة نص تون صاعد تمام. علامة الدييز ترفع النغمة نص تون صاعد. طيب ما بين الفا والصول اصلا واحد، ما هي بقت ما بقتش فا اصلا، هي بقت فا ديز يعني ضاقت المسافه، فبقت ما بين المسافه ما بين الفا والصول ضاقت، يبقى بينهم نص طول، يبقى كده مظبوط. ما بين الصول واللا واحد في الاساس، ما بين اللا والسي واحد، ما بين السي والدو نص، وانا عاوزها واحد، يبقى نعمل ايه في الدو؟ هخليها دو ديز. طيب ما بين الدو والري اصلا واحد، طب الدو ديز ضيقت المسافه يعني وسعت ما بين السي وضيقت ما بين الري، يبقى كده ايه؟ يبقى احنا كده عملنا واحد نص، واحد نص، وهكذا نطبق على كل النغمات، نعمل منها سلالم ونشوف الاساس ونرجع، يعني نشوف ما بينهم قد ايه في الاساس، وبعدين نشوف اذا كانت عايزه دييز او بيمول، نوسع ونضيق المسافات بينهم. هندي مثال دلوقتي ان شاء الله على العجم بمقدمه اغنيه لسه فاكر يا عجم، نعمل عجم الدوق. نقول ايه؟ سيم دو، هنعمل اول سلم دو، دو ري مي فا سول لا سي دو، برجع
ابتدي من الله الأول. عشان بس ان شاء الله بعد كل مقام هناخده هناخد جزء صغير برضو في المقام عشان نعرف احنا ماشيين ازاي، وان شاء الله انزل كل اغنيه لكل مقام بعدين عشان برضو ايه نتعلمها كويس.